السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاول المشركون من قريش بشتى الطرق صد المسلمين عن الإسلام وردهم مرة أخرى إلى الكفر، فآذوهم وضيقوا عليهم وحاصروهم وعذبوهم بل وقتلوا منهم، فكان لابد من كسر شوكتهم وحماية المسلمين من فتنتهم. فأنزل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، واستمروا أيها المؤمنون في قتال المشركين المعتدين حتى لا تكون فتنة عظيمة للناس عن دينهم. وهل هناك فتنة أعظم من صد المشركين للمسلمين عن دينهم ومنع الناس بالقوة من حرية الإيمان والاعتقاد ويكون الدين لله؟ نعم، ذاك هو المقصد، أن يكون الدين خالصا لله وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. والحمد لله، ساد دين الإسلام في ربوع الجزيرة العربية، ومنه انطلق إلى أنحاء الدنيا، وكان الدين لله. فتحوا البلاد وتركوا حرية الاعتقاد للجميع، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن انتهوا عن فتنة المسلمين فلا قتل ولا قتال ولا عدوان إلا على الظالمين. لم يعتدي المسلمون أثناء فتوحاتهم على النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والمرضى والمجانين. والظالم حين يعتدي يظن أنه في مأمن وأنه لن يقدر أحد عليه، فأمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نعتدي على الظالم بمثل ما اعتدى علينا. فيعلم الظالم جيدا أن الظلم ظلمات، وأن البادي أظلم، وأن المسلمين ليسوا بضعفاء ولكن أقوياء في الحق. جزاكم الله خيرا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان.